السلام عليكم. درج جديد من دروس اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط، درس مهم هو موضوع التنظيم. أول شيء أجي أحفظ أربع أدوات أستخدم للتعبير عن التنظيم. الأداة الأولى Would you like to؟ I would love to. I would like to. I would rather. هنا without to فعل مجرد بدون to. إذا انتبه، الأداة الأولى والثانية والثالثة يجب أن تدفع بتو فعل مجرد، تو فعل مجرد. عدا الأداة الأخيرة هي لا تستخدم معها تو، فقط مباشرة يأتي بعدها فعل مجرد. بعد ما تحفظ الأدوات نحتاج نقطتين. النقطة الأولى جزء الإجابة أجده بعد كلمة concern بالسؤال، بعد كلمة concerning الجزء اللي بعدها هذا احتاج جوابي. ثاني شيء، إذا ما حدد لي أداة بالامتحان أنت تختار أي واحدة من الأدوات التالية. إذا هو بالامتحان يحدد لك يقول لك use، استخدم مثل هذا المثال use I would love، إذا هنا لازم تستخدم هاي الأداة لأن هو حدد لك. أما في حالة مطارح بالسؤال without use بدون استخدم، هنا أنت حر تستخدم أي قاعدة، ولازم تنتبه من القاعدة اللي تأخذ to ومن القاعدة without to أي بمعنى بدون to. عندنا هنا أمثلة وزارية، طبعا هذا موضوع مهم جدا. الأمثلة الوزارية عدة أنواع. I would rather يعطيك هنا اختيارات go, come, to go, to the beach. هنا الأداة انتبه، إذا نطال اختيارات انتبه للي قبل الاختيارات. I would rather هاي أحد أدوات التنظيم، إذا هنا مطلوب بعد حين انتبه إيش تأخذ. I would rather لازم تأخذ فعل مجرد بدون to. هنا هذا be to وهذا الفعل هو تصريف ثالث للفعل go، وهنا go without any addition يعني بدون أي إضافة، فهنا الاختيار الصحيح هيكون go. هاي بالنسبة للصيغة الأولى. الصيغة الثانية اللي هي دارجة دائما تجي express عبر، إحنا أخذناها سبقا موضوع الرغبة وعدم الرغبة. عبر your preference concerning going to the mall، عبر عن رغبتك للذهاب إلى المول. نجي هنا يحدد لي أداة يقول لي use I would love. في هاي الحالة أول خطوة تكتب الأداة المحددة. في حال محدد لي أداة أنت مخير بأي أداة من الأدوات التالية. كتبنا الأداة. زين جزء الحل بالملاحظة قلت لكم وين نجده؟ بعد كلمة concerning المتضمن. إذا هاي أنا بعد ما لي أخليها أختار جزء الحل اللي هو يكون going to the mall، الذهاب إلى المول. I would love to بعدها لازم شي يكون فعل مجرد. زين هنا بالسؤال الفعل الماضي نيا شنو هو going، لازم أجرده أخليه بدون إضافة فحذفت ال ing ونزلت ما تبقي من الجمل. هاي الخطوة لازم تنتبه لها. بعد considering ويجي الفعل اللي أحتاجه بالإجابة أشوف الأداة، إذا to لازم مجرد، إذا لا مثلا حدد لي أداة I would rather نكتبها بدون to وجرد الفعل. أنتقل إلى المثال الآخر. What is your favorite hobby؟ هنا هذا السؤال انتبه تختلف صيغته عن الأمثلة الباقية. نعطيني بين قوسين express your preference، عبر عن تفضيلك. Use fishing fishing صيد أسماك. في هاي الحالة إيش أسوي؟ حدد لي أداة أنزل أي أداة. هنا استخدمت I would like to مباشرة اللي نعطيني إياها use fishing لأن هذا هو حدد لي، ما كتب لي concerning ولا كتب لي بالبداية express. لا انتبه لي What is your favorite hobby؟ كتب لي بين قوسين عبر عن تفضيلك باستخدام أنت تفضل شنو؟ فيشينج صيد الأسماك. هنا عبرنا I would like fishing. هسا راح تقول لي ست أنت مو قلت بعد تو فعل مجرد، هنا أنا فيشينج صيد أسماك وليس فعل، هذا اسم. انتبه إلى المثال هذا مهم شوية ويدوقكم، أريدك تركز وياي. إذا يجيك فراغين بنفس المثال I like swimming do you، دائما السؤال هاي الصيغة do you يجي مباشرة وراها فراغ، بعدين يقول لي I prefer فراغ. إذا هنا نطاني فراغي وبعدين شو يقول لي complete preference use tense.
نعم عبر أو اكمل تفضيل تستخدم طبعاً يوزن معناتها استخدم تنس. عندي فراغ، الفراغ الأول لازم أول ما تشوفه تخليه I would rather not. هنتهينا منه. I would rather not يعني هاي الأداة I would rather بس وراها تخليه النقط. هاي الفراغ الأول. الفراغ الثاني إيش أضع بيه؟ أضع بيه الكلمة اللي نعطيني إياها تنس. إذا انتبه لهاي الصيغة، إذا إجت صيغة بالتفضيل بيها فراغين، الفراغ الأول قبله انتبه do you اكتب I would rather not. إذا بعد الفراغ الثاني إيش اكتب؟ الكلمة المعطاة هي التنس. إذا الموضوع التفضيل موضوع بسيط، تنتبه تحفظ أربع قواعد، بعدها تحدد جوابك بعد كلمة counseling، بعدها أنزل القاعدة شنو بعد كلمة counseling، إذا بإضافة أجرده باستخدام الأدوات. إذا ما نعطيني تو أنت لازم تضع تو، مثل المثال الثاني I would love بدون تو، هاي التو من عندك تكملها وتخليه لفعل مجرد. وأتمنى لكم الموفقية والنجاح.